سلام دراري، من احسن لي ماتش اللي شفت الحكيمي مع باريس سان جيرمان. ماشي غير الهدف، لكن طراو بزاف الحوايج. اول مره غادي نشوفهم مع ميسي. نبداو بالتفاصيل. اولا المدرب جالتشي بعد التعادل الاخير في الماتش اللي فات، رغم ان حكيمي كان سجل واحد هدف لكن ما تحسبش للاسف. لعب كاساسي حكيمي كما العاده، افضل ظهير ايمن في العالم حاليا هو اللاعب ميسي، مع غياب مبابي ونيمار وفيراتي بدعي الاصابه. هاد الشهر الخوت عنده ماتشات الكبار، وعنده ماتش البايرن ميونخ في دور 16 الالي، ومع ذلك كاين اصابات كثيره، وبالتالي كان الاعين مركزه على حكيمي وميسي في هذا الماتش. كما شفنا حكيمي قدم ردود كبير على المستوى الهجومي، ساعد بزاف حكيمي في هذا الماتش. لعب 3 ديال لي بوست تقريبا ميليو اوفونسيف، ولعب ايضا كظهير ايمن وكجناح ايمن، بحيث دار كلشي على المستوى الهجومي، دار دي باس واعرين، صنع كرات خطيره، وكان واحد التفاهم اللي خطر مع ميسي اول مره كنشوفه في باريس سان جيرمان. بحيث كما عارفين ميسي ملي تكون نيمار ومبابي كيبقى مركز عليهم، لكن اليوم ما لقاش غير الكواريت، لا ايتيكي لا سولير لا رويز، حتى واحد ما دار شي حاجه، وبالتالي عول القدره ديال الحكيم على المستوى الهجومي في السرعه ديالو والاختراق ديالو وفي وجود المساحات في العمق، وبالتالي دار واحد الثنائيه جميله، بحيث ان حكيمي في الطلعه اللي طلع وسجل الهدف بغى يعطي الباس لكن ما كاينش الحل، وبالتالي اختار الخيال الفردي وهذا البيت اللي في ماركا فكرني في واحد الهدف كان ماركا مع الانتر شحال هادي. يعني حكيمي دار كل شيء، عطى باس الهدف لميسي في الشوط الثاني، بحيث انه راوغ جوج بريباراها لميسي اللي من ضربه واحده ماركاها، وحكيمي كان عطى ديجا باس ديسيزيف في الماتش اللي فات، وعاوتاني هذا الماتش باس ديسيزيف وبيش من ورا كاس العالم، بحيث ان ملي كاع ما تكونوا نجوم لاعبين بحال نيمار ومبابي كيولي التاثير ديال حكيمي باين وظاهر، واش شفنا اليوم اداء خرافي. الحاجه اللي عجبتني بزاف من غير الهدف والباس ديسيزيف ديال حكيمي هو الثنائي ديالو مع ميسي، الاول ما كنشوفها، وكنتمنى ميسي رغم عوده مبابي ونيمار الاسابيع الجايه يبقى يعاون لحكيمي ويلعب معاه نفس اللعب اللي لعبوا اليوم، بحيث تقريبا هذا هو افضل ماتش لحكيمي مع باريس سان جيرمان، وفكرني بزاف في الاداء ديالو مع الانتر ميلانو مع كونتي شحال هادي. اش بالكم بعد حكيمي اليوم، وتهلاو في راسكم.